ايه مالك؟ هي خلطة غريبة شوية، طبيخ على ألتراس على مزيكا، بس خلطة جميلة. أنا بحسدك. أنت بتتريق؟ والله أبدا، ده أنا طول عمري نفسي أعيش في وسط عيلة مطرقعة زيكم كده. إحنا مطرقعين؟ أمال عيلتكم تبقى إيه؟ لا ده ربنا ينتحهم بالسلامة، هما دول عايشين. محسن. بص يا فوسي، أنا زي ما كنت صريح معاكي من البداية هبقى صريح للنهاية. قصدك إيه؟ بص يا فوسي، الجنان الجميل اللي انتوا فيه ده ابويا وامي ما يفهمهوش ولا احنا عاوزينهم يفهموه. احنا هنستف ورقنا. العيلة هي شيف محترم، عازف في الاوبرا، محاسب في شركة، قبطان قد الدنيا، ومذيعة في الإذاعة. أظن كده حاجة تشرف. التفاصيل اللي انت حكيتها لي عليها دي خليها بيننا وبين بعض عشان الليلة تعدي والمشوار يتم بعون الله. ماشي يا فوسي؟ في حاجة على مناخيرك مسحيها. ايه ده بجد؟ سيبني كده يا سيف. لا دي حاجة بسيطة مش عارف. كويس؟ راحت.